كنا شاركنا في تقويته في بداية الأمر على اعتبار أنه أخونا وزميلنا وشاب ولديه مواصفات جيدة، هو لا يخلو من بعض المواصفات الزينة، لكن طغت المواصفات السلبية على الجيدة، وهذا ما كنت متوقعين. أصبح ضرر على المكون وعلى زملائه وعلى إخوانه وعلى جماهيرنا وعلى شيوخنا وعلى مناطقنا، أصبح ضرر أكثر من نفعه. واليوم أنا يعني اتصالات عندي حتى مع الكتل الأخرى، قلت لهم سؤالي لكم، أنتم تثقون بي؟ قالوا لا والله ما نثق. زين شلون تتعاملون وياه؟ كتل سياسية والله ما يثقون بالحبوس. والله والله وقعد أنت، أقعد أنت اليوم بينك وبينك، عوفنا من الموقف المعلن، أقعد بينك وبينهم خلف الكواليس اسألهم تثقون بيقول لا ما نثق بي. لكن هاي شنو اللي جابهم؟ ناس تستثمر ناس. أحيانا الصراعات الداخلية، القطب الفلاني صار قوي داخل التحالف الفلاني، تمام، فيفترض أنه أنا أستعين أيضا بكتلة أخرى حتى هم تقويني حتى أوازن. هاي موضوع خلق التوازنات وفرض الإرادات والمنافسة في قوة التأثير، هذه موجودة بالواقع السياسي العراقي. جيد، هو في المصالح أستاذ ليث، خلينا نتحدث مع حضرتك في قضية الإطار التنسيقي على وجه الخصوص. أنت تعلم مثلا الإطار التنسيقي كان لديه موقف من السيد الحلبوسي قبل أن يقدم التيار الصدري أو الكتلة الصدرية الاستقالة، وبالتالي ما كنت تعتقد مثلا أن الإطار التنسيقي، أو كان لديك تصور أن الإطار التنسيقي سيعمل على استغلال وفق المصالح الخاصة قضيتك والخلاف مع السيد الحلبوسي للانقلاب على السيد الحلبوسي، وليس العكس، أن يترك مثلا السيد ليث الدليمي وحيدا وتمضي قضية الإقالة والتصويت على البديل. أولا أنا مو وحيد حتى تكون بالصورة، أيضا أكو إخوة آخرين مساندين لنا، وبصراحة إن كان الله معك فمن عليك. إحنا الله ويانا أولا وآخرا، هو بيده مقاليد كل شيء، وأنا مؤمن إيمان عميق أنه الله ناصرنا، لأنه ماشيين على حق، ما اعتدينا، ما سببنا ضرر لبشر. أنا مظاهرة كاملة، مظاهرة آلاف البشر طلع، روح اسأل كل القيادات الأمنية الواقفة على المظاهرة، لا صار اختلاط مع قوة أمنية، بل علاقة بنت علاقة محترمة في هاي الساعات البسيطة من التظاهر، احترام القوة الأمنية.